السلام عليكم. اليوم نعرفكم بالمستشفى للاستعجالات الطبية الجديد الذي تم افتتاحه يعني بعد بضعة أشهر في مدينة العنابة وبالضبط في بلدية البوني. ونشوف هذا المستشفى الرائع والكبير، يعني يعتبر أكبر مستشفى للاستعجالات الطبية في الجزائر، يعني من بين كل المستشفيات التي تم استحداثها مؤخرا في عدة ولايات من القطر الوطني. وللعلم أنه هذه الفكرة فكرة رائعة، يعني جاء بها واحد من الوزراء يعني ما قبل الأخير هذا ستسمو، واللي يعني الفكرة هي جمع كل المستلزمات والشروط نتاع العمليات الاستعجالية الجراحية في مكان واحد، يعني تاع التحاليل وتاع الفحوص الاستعجالية عندما يجي المريض. وهذا المراكز هذه تعتبر جد يعني مفيدة في الحالات نتاع الحوادث المرور، خاصة اللي تتطلب يعني تتطلب استعجالات جراحية في كل يعني المجمعات الكبيرة نتاع السكان، وين تكون شبكة طرقات كثيفة. و يعني المستشفى هذا يعني السعة ديالو هي 170 سرير، إذن يعتبر مستشفى يعني كبير بمقاييس يعني عالمية، ويمتاز كذلك بقربه من المدينة تاع عنابة اللي تعتبر كبيرة جدا. وكذلك تم تجهيزه بكل يعني ما يتطلبه للمهمة تاع الاستعجالات الطبية. إذن هذا هو، نخليكم نتابعوا الفيديو هذا تاع المستشفى هذا. والسلام عليكم.